بعد الانتهاء من عملية تمديد فترة تحديث سجل الناخبين وصلنا إلى 159 ألف ناخب حدث بياناته ومن حالات التغيير والحذف والتصحيح والإضافة، بالإضافة إلى مواليد 2005 و2004. وأيضا بعد انتهاء فترة استلام استمارات المرشحين اللي انتهت يوم 20 وصلنا إلى تقريبا 629 مرشح من تحالفات وأحزاب، يصل عددهم 30 حزب وتحالف. اليوم لدينا أيضا استلام لاستمارات موظفي الاقتراع اللي وصل عبر السيرفر أكثر من 70 ألف يعني استمارة إلكترونية، ولكن ما يصلنا إلى المكتب هو أقل من هذا الرقم بكثير. نتمنى أنه من خلالكم الذين تقدموا عبر الرابط الإلكتروني أن يسحبوا هذه الاستمارة ويسلموها إلى مراكز التسجيل في عموم محافظة نينوى.